أعزائي المشاهدين، معتذرين بداية عن هذا التأخير، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أعزائي المشاهدين، بعد 18 شهرا من بدء تصويره، انتهى قبل أيام تصوير أطول فيلم سينمائي موريتاني وأول عمل سينمائي موريتاني يجد دعما من مؤسسات إنتاج موريتانية. لقي العمل قبولا واسعا في أوساط المثقفين والكتاب والصحفيين والمهتمين بالحقل الثقافي، بالإضافة إلى الرعاية الرسمية، حيث حضرت صاحبة المعالي وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية اليوم الأخير من تصوير الفيلم. الفيلم تيتا بائعة النعناع للمخرج أحمد سالم ملدندو، يتحدث عن قصة اجتماعية تلعب فيها الصغيرة تيتا دور فتاة صماء لا تستطيع التعبير عما بداخلها سوى من خلال الصور. اليوم يعني نغوص في هذه التجربة من خلال استضافتنا لطاقم هذا الفيلم، المخرج أحمد سالم ملدندو مخرج الفيلم، وكذلك محمد أحمد ولد الداهي وهو مدير الشركة المنتجة للفيلم، وكذلك مي عثمان وهي التي تولت قامت بمهمة السكريبت في هذا الفيلم. إذا مرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء. بداية المخرج سالم دندو، هل حدثنا بداية عن فكرة الفيلم وكيف بدأت؟ أحدثكم بداية عن كتابة السيناريو. وسؤالين حد يتكلم بشكل ثاني. ورد التقديم على أن الفيلم تصويره مضى 18 شهر. الفيلم دقيقة. من الكتابة إلى التصوير هذه 18 شهر. هو الفيلم عادة يمر مجموعة مراحل، أولا تولد الفكرة، بعدين تبدأ الكتابة وإعادة الكتابة حتى يكتمل السيناريو، حتى يعيش المخرج مع شخصياته لين يعود يعرف عن ظهر قلب ويعرف القصة ويعود يتكلم فيها عاليا. عقب ذلك جاءت مرحلة البحث عن منتجين، البحث عن من سيتبنى هذا العمل، من سينتجه، وكان هذا عراق طويل. وتذكر مرة أني كتبت تغريدة على الفيسبوك أني لين ما نجبر منتج وطني أني سألجأ إلى منتجين أجانب والرواية اللي ما نبقيها. أنا كنت نختار السينما الموريتانية والفيلم الموريتاني يعدل برأس مال موريتاني، ياك نعود فعلا قد نقول أن هذه سينما وطنية وعلى أنها تعبر. ومؤخرا جابرت مع مشكورا مع محمد أحمد في ميك برودكسيون، واقتنع بالمشروع وقراه واستعد يمشي معايا في الانتاج، وكانت بالنسبه لي خبر مفرح ولابطه مباشره دخلنا في الانتاج. فكره الفيلم هو فيلم اجتماعي يحكي عن تجربه اجتماعيه، قصه حياه فتاه صغيره 11 سنه تعيش في وسط عائلي ما هو يعني متوسط الداخل والله متدني، في حي شعبي، يتيمة الأب، وعندها هواية عوضها الله بها مكان النطق، هي ما تتكلم، كان عندها هواية استمدتها من والدها اللي كان مصور، وعاشت معترك الحياة، تلقات مجموعة من التجارب، وهي هي الفيلم، معناها الفيلم من البداية للنهاية وحياة هذه الصغيرة. إذا شكرا، مازلنا لا نرجع لكم التحدث بشكل مفصل. أستاذ محمد أحمد ولد الداهي، وأنتم من تتولوا إنتاج هذا الفيلم، كيف اقتنعتم أولا بعد قاع بالدخول في هذه شيء تسميها المغامرة بإنتاج هذا الفيلم؟ أولا شكرا على الاستضافة الكريمة. أنا شخصيا في مجال الإنتاج التلفزيوني يستهوي دائما الإنتاج اللي نشوفه محبوك في السيناريو، يستهواني عنه دائما، مثل ما نعتبره مغامرة، نعتبره تجربة نجحت فيها ياسر من الخير لنا كاملين، ومثل المجد رأيت التجربة مثل ناضجة، جاني المخرج وأعطاني ذاك السيناريو، وأنا هو الناس من الزمن اللي مبرمجوا عمل مشترك، إلا أنه جاب لي هذا مجموعة من السيناريو، والله دي سيناريو، واحد للفيلم وواحد للمسلسل، اقتنعت أكثر بفكرة سيناريو الفيلم لانه عشت معاه، فهمت؟ ولا اعتبره مغامره، قريته حتى عجبني ياسر من المعجبانيه، هو مثلا
تبارك انه ما عاد دخلنا في مراحل مثلا التنفيذ مباشره، ما كذلك لا يوم يومين ثلاثه عايز جيتوا لي بدينا في الكاستينج، استدعينا الطاقم اللي هي يشتغل في الفيلم، وبدينا في خطوات عمليه. واللي استهواني فيه كون القصه متكامله، وكون دائما كون تعطي الصوره للاجنبي من واقع احنا بنحن عاطينا احنا عروسنا، معناها ما احنا هم نقتلوا حقيقه اللي نقلوا في المشهد، معناها الفيلم نقلني منها من واقع نعيشه مثلا وشفته، ولا هي يعطيه للغير بالصوره تعبر عن موريتانيا، فهمت؟ واستهوات الفكره ومشيت معاه فيها، والحمد لله كانت ما شاء الله يعني من البدايه حتى النهايه تميتوا انطباعاتكم حولها كل نهار قاعد زدنا، العكس احنا تزداد تنزاد تنزاد كل نهار زدنا اقتناع. مع دخول معنا تراسون كريم الجيلاني طرى ياسر على شوية تغييرات في السيناريو دخل، فهمت؟ ما شاء الله كانت تملي أفكاره، لأني أنا شخصيا من الناس اللي تستهواها الفكرة الجماعية، ما تستهواها دائما الإفرادية، لأن كل ما تعدد الآراء خرج الصواب. أدخل ما شاء الله قدر من رونق وطلقوا بعد في مثلا الدفاع عنه ما شاء الله كان قوي، الحمد لله هذا هو اللي نتيجة عنه، الحمد لله فيلم تم تصويره، الحمد لله تم تكريت حالة المقدمة رعاية، الحمد لله من على لأنه واضح في السيناريو اللي عرض عنه يدور إن شاء الله يرقى للمنافسة في المحافل الدولية اللي تم نحيين إن شاء الله، غير وضعك مزال كذلك مزال مولود لأنه مزال مولود حتى والله مزال الرحام إن شاء الله خراج النور هنا على مستوى موريتان. الأستاذ مي عثمان مرحبا بك، وأنت كنت تقومي بمهمة السكريبت، نختارك بداية توضحي المشاهد هذه المهمة اللي كنت توليتي في الفيلم. السكريبت في الفيلم هي عبارة عن كل مشهد يخلق، وكل لقطة تخلق، كل إعادة وكل ملاحظة تعود مدونة عندي أنا، وهذا هو معنى السكريبت في الفيلم. هو المونتاج طبعا يالتي نعود حاضرة له يريني أعرف به للمشاهد، يعني ذاكرة الفيلم كل اختصار، ذاكرة الفيلم كامل من بدايته لنهايته إلى كلاب فين. وشين هي التجربة والله الخلاصة اللي خرجتي بها أنت من العمل في إنتاج هذا الفيلم؟ ما شاء الله هذا العمل من أول الأعمال اللي نشوفها أنا حقيقية في موريتان، وأول مرة نشوف طاقم متكامل بجميع أجزاءه من عند ما شاء الله السكريبت للمخرج مساعدين المخرجين كل شيء تبارك الله طاقم متكامل. أول مرة نشوف عمل فيه طاقم متكامل، معني أنا تبارك الله حضرت ياسر من الأعمال في موريتان خاصة في السينما والمسرح، أول مرة نشوف عمل متكامل في فيلم، طاقم يعني متكامل كامل بعلياته وبرجاته، الحمد لله أمي المرأة كانت تلعب في دور أساسي، لأن الفيلم كانوا في دور عود 12 مرة والله 13 مرة لعات ما تزيد 15 مرة كانت فيها أنا سكريبت، وفيها مصورة مرأة فوتوغرافي كمرأة، وفيها ذي اللي تعدل الجالوج للممثلين مرأة الحوار جاء بين الممثلين ودرب الممثلين مرأة، كان ما شاء الله طاقم نصهم من العلايات يقارن مع انه مولي عليات ما خسرت شغلتنا تبارك الله. وفهم مولي الرجال ان شاء الله يلعبوا طاقه صعوبه العمل وهذا ما عاقبت عليكم ما شاء الله ما عاقبت علينا، انا سهروا الى وقت طويل من الليل ونوعوا الفجر كامل يقارن ما شاء الله. دربنا كان مهم بالنسبه لنا، كنا فاصلين مولي بنجبروا التجربه بما ان عليات وداخلين المجال وهامنا النفس وهامنا نعود هوريو وانه مخرجات يلا ذا النوع فاصلين فيه وان شاء الله تتكرر مرات ياك نحن نقدر نجبر شيء يدربنا شوي على المجال. جيد. استاذ سالم دندور المخرج نرجع لكم، نختاركم تحدثونا هون ربما المواطن المشاهد ما عنده المام كبير بحيثيات انتاج الافلام السينمائيه، نختاركم شوي من خلال هذه الفرصه اليوم تحدثون عن هذه الحيثيات وعن شنو هي الظروف اللي يحتاجها يتطلبها انتاج فيلم سينمائي. فيلم سينمائي يتطلب ما يقطع عن حديثكم، ذكر شوي المشاهدين عندنا في الجزء الثاني من البرنامج لا يتعود معنا تيتا اللي هي الصغيره اللي كانت بطلة الفيلم. تفضلوا. الانتاج السينمائي يتطلب اولا ماده سينمائيه، ماده فيلميه اللي هي تصور. منين نحصل ماده فيلميه ذيك شنو معناها؟ معناها نص، معناها روايه، معناها قصه، معناها احداث، صراع، حبكه. منين تنجبر هذه الماده؟ بعدين عندنا لهنا ندخلوا شو مرحله التنفيذ. ندخلوا شو مرحله التنفيذ يلزمنا راس مال، يلزمنا انتاج، لانه مستقبلا لا يلزمنا فريق فني متكامل كيف ما كانت تقول لك الاخت. احنا بالنسبه لنا نشكوا على ان
وهذا يخلق يقدر يقاش يقبض كاميرا ويقبض كاميرامان ويمشي يعدل فيلم وثائقي يقدر يعدل فيلم يقدر فيلم روائي طويل أو قصير لا بد من فريق. والسينما أبدا ما هي عمل فردي، السينما عمل جماعي من الفكرة لين العرض هي عمل جماعي. الفريق الفني يتطلب أن يعود فم فريق للإخراج خاص بالإخراج، فم فريق لإعداد الممثلين، فم فريق للإضاءة، فم فريق للصوت، فم فريق للماكياج، فم فريق للأزياء، فم فريق للديكور. فم هذه مهام كلها وحدها، وأي خلل في واحدة من هذه المهام قد يرجع سلبا أو سلبا على على على, على عمل الفريق. وأي خلل حتى في السياقة في سائقي السيارات، من تتأخر سيارة في الزحمة مثلا ولا تأخر، قد هذا يرجع للفيلم، لأنه في النهاية الفيلم لا يقاس يعدله برنامج عمل. هذا برنامج عمل لا يحول لأرقام، معناها يوم من العمل يكلفنا كذا، يوم من الإنتاج يكلفنا كذا، معناها ساعة من الإنتاج يكلفنا كذا، معناها أي حد أخرنا ساعة معناها خسرنا المبلغ الفلاني، والله العكس. معناها أنه يتطلب طاقات، يتطلب أن الطواقم اللي فيه تعود واعية خطورة العملية، واعية لمتعتها، هي في النهاية لا تعود متعبة وأقرب هي للخدمة العسكرية، يقال منين تأخذ منها فيها متعة، فيها دي سوفانير منين تقرديهم متعة. كيف كانت تقول لك حال أنه عاود خامسة مع الصباح برفوا يجو وخامسة مع الصباح كلها ما فات فرماتة، ما فات وعاء، المزالين قال له هذه قهوة هذا سكر هذه قهوة هذا سكر هذا كذا، لأنه ما فات عرف الشيء الأشياء. يقار هو مرغم الهواية والاندفاع، وهذا يرغموه على أنه يعود حاضر وعود موجود. جيد. أستاذ محمد أحمد، ثم تقريبا أول شركة إنتاج موريتانية تساهم ولا تدخل في هذا النوع من أجل يعني إنتاج عمل موريتاني صرف، شنو هي هون يعني الرسالة ولا الخلاصة اللي خطوا بها والرسالة اللي توجهوا للشرائك الأخرات، شرائك الإنتاج حول هذا الموضوع؟ أنا كيف تقبل، أنا دائما يستهواني العمل اللي ينافس والعمل اللي يعطي وجه الموريتان، ما هو محمد أحمد ولا هو الميك ولا هو الشركة، يعطي وجه حضاري للبلد. لأن احنا في موريتان أخذنا تجربة في السبعينات إلى بداية الثمانينات، كانت تجربة عالمية، موريتان تنتج أفلام وكانت على مستوى هاي التجربة للأسف الشديد، رغم ذاك الزمن رغم الوسائل اللي تساعد ضعف المحدودية، عند الدولة مازالت فتية، رغم ذاك كامل سنواتها الأولى حق بعد صنعنا سينما موريتانية وإنتاج موريتاني. إلا أن يواجع من ذاك الزمن إلى اليوم، إحنا العكس مع ظهور دار السينمائيين استرجع شوي من الألق اللي كان مفقود وبدأت تحيا السينما الموريتانية، فهمت؟ وبدأوا مهرجانات وبدأوا فهمت وبدأ يحرك المجال، فهمت؟ إلا أن دائما كانت هم اللي نحتاجه دائما الدعم الخارجي، ما لا يخرج عمل ما بشرط يتوفر له دعم خارجي، والدعم الخارجي في توجه سمتين يعني تعدل العمل يا غير دائما يعود على معايير معينة مطلوبة منك، وتعود تنتج للغير ما تنتج أنت لراسك، وأنت مفروض عليك مثلا نمط معين من الإنتاج ما تتخطاه وتعيد تفقد فيه هويته، بينما الإنتاج موريتاني إنتاج موريتاني معناها تفكير مخرج ما هو متأثر بمدة أخرى تفرض عليه نمط معين يليق لها هي ما يليق بالمخرج كمخرج موريتاني، ويفرض للممثلين نمط معين يقعد فيه لا قدر الله عري والله فيه مشاهد ما هي مخلة، يغير تفرض لي المنتج لا يقول لك هذا الدور المشهد كيف تقول إنه ولا هياش يعطي رواج للفيلم. ننطلق إحنا من كموريتانيين كمنتجين عن هذا يدين تبدأ فكرة قابلة عن تد عالمية. أنا ما اللي ما هو لا يقوم الناس تعدى كذا حامل أرض تقول هذا في السينما موريتانية تبدأ تنتج، لا لا بد من إنتاج ينافس، إنتاج يرقى للمنافسة ويعود من الأدوات اللي مباركة معه وعدل بها ترقى عنها تنافس، معناها كذا المخرج عندك فريق متكامل من عند لاريجي تعود جاهزة إلى المخرج وجماعته، معناها ما في مرقاش في الطاقم ما هو جاهز ويعود كل مديور في الظروف الملائمة للعمل، هذا معناه هو ياك يعود في إنتاج سينما يرقى. ولا هو مثلا ما دائما الناس تبرمج للدولة وتحتاج دعم الدولة، لين ما يبدا تبدا مد من الرصة الدولة ما هي تشوف شيء، يعني تبدا بعد ما قاعد تتعدى فيش الرصة ياك الشاه بعد يعني موجودة، وعاد بذاك كذا الجزئيات خير ما تم مد مواصلة هي بأهداف وبرؤاها، ودائما هم اللي يخلق عمل يعني يرقى المنافسة برضه انتوا قاعد ودور تعود شبه هي من ذي حان، وعلى الأقل لما اللي فهم طاقة احنا نفكروا عن فهم رواقيش في المجال لما يوفر لهم
بيئة معينة لعملها بصبح أفكار من قدي الصبح يتحول مشوار من دخرة في مجال آخر. هذا الخلق اللي في المسرح ولا الخلق اللي في السينما ولا الخلق اللي في هذه مجالات تخصصات وهلها كلها قرأوا وحصل عليها لما يجبر مدة تكوفريها في مجال عملها الصبح نقد الآن شوفوا عليهم اللي يجبرناهم في مجالات أخرى ما ترضى ما يرضى بها المجتمع ما يرضى بها الدين. لذلك لابد تتوفر لهم مجالات هي هذه بيئة ونعرضوا عنها لا على المنتجين الموريتانيين هم المعلنين السوريين وعلى طبعا وزارة الثقافة توفر بيئة معينة لهذه الناس اللي عندها الشهادات واللي هي موجهة دائما هذه الثقافة. اليوم الصورة هي عاد ثقافة العالم كامل ثقافة الصورة ولا بد لهم ان يفهموا عنها لا بد يقرأ استاذ ربما المنتجين هون شراكة انتاج مستثمرين كأي مستثمر هون موريتاني ودائما ما يبغوا المغامرة والدخول في عملية صفقة غير محسوبة العواقب. من خلال تجربتكم انتم هذا الفيلم من دراي كان حالا الدخول في خاصة في المجال انتاج عمل سينمائي كانوا مغامرة الناس تبعنا مغامرة وقاعدة عرزية خصوصا احنا هذا وقاعد يقول لك الناس كانكم انتم تأكدت لكم التجربة من خلال تأكدت التجربة عنها عن دخلنا تجربة مقتنعين بها وبالنسبة لي ما في أي خطورة ولا في ريسك ولا في مغامرة نعتبرها تجربة وقطع عنها ناجحة بالنسبة لي أنا لأني قاعد اللي شفت بعيد من الكامل التوجس اللي عندي في البداية خصوصا عن الناس اللي في محيط قريبة لي دائما تقولي عن هذا مثلا مغامرة غير محسوبة العواقب وعنه فساد الفضاء وعنه هذا شيء من رصاص وش من رقاص حد ما يا غير هذا هو العكس تماما. هاي الناس مد اللي تفوت تقرب منها تشوفها كفريق هي لك مثلا هي نخبة المجتمع يا غير للأسف ما أنا قابلين يعني استثمروا في جيد جي جي بارك الله فيكم استاذ مي عندكم إضافة مي خليك تحدثني عن الصعوبات اللي واجهتكم خاصة توماتي العليات والنظرة اللي كان الناس اللي تلتقاو بهم أثناء التصوير أثناء العمل شنو هي نظرتهم لكم كان؟ المصاعب أجبرنا بعض من المصاعب بالنسبة لنا إحنا ما نعتبروها مصاعب نعتبروها تسلية نعتبروها تجربة أجبرنا الناس ما يمعاونتنا خاصة المنطقة اللي كنا إحنا نصوروا فيها منطقة مازالت بدائية نواكشوطهم كنا نصوروا في نواكشوط منطقة السبخة السباخة السباخة اللي أحلى توجوني منطقة مازالت بدائية وكادنها لفيلم اللي معدينا إحنا عن حقبة الثمانينات والتسعينات هي كادنها مازالت في كل مرحلة ما فات خالط منها. طبعا جبرنا شنو الصعوبات للتركية تعايط علينا ورواقيش الكبار والخلق والنصرانيات ومقاصرات حمار وكذا يقرب بالنسبة لنا احنا عاجبي احنا اصلا يدخلنا ذا المجال نعرفه على ان ذا هو اللي نجبره ولا اول مرة طبعا نسمعه وعادي بالنسبة لنا المواصلين بالنسبة لنا عادي ما مخبل علينا نحن بالنسبة لنا تجربة. الميدان قط دخلناه يقر ما دخلنا له مو كي دخلنا له ذي المرة ذي المرة لأن الحمد لله بما أننا كنا نشتغل على أفلام طبعا قصيرة وعينا نمشي نصورهم ونجبروا شمنا يقر نجبرون هارة ذني ذي الحمد لله مدة من الزمن متواصلة جبرنا فيها ياسر من التعاليق وياسر من الدعوة وياسر من الأخطر يقر بالنسبة لنا عادة فورماسيون أطول من فورماسيونات القطع عشنا في أفلامنا الماضية القصيرة اللي نمشي نصورهم أعطاكم دفع على مواصلة حق أعطانا دفع على مواصلة ويوم بعد يوم عادنا قاعد بالنسبة لنا التسلية نفتقده قاعد ما نطلع مع الصباحين داعلين هذا الحمد لله بالنسبة لنا وهذا هو اللي جبرنا الصعوبات فيه. طبعا صعوبات السهر ورقاد عقبان ليالي ونمشي عقبان ليالي وكنا يرقد على شقر تويوعة يقرر ما أنا الحمد لله نبقود العمل في مواقف طريفة طبعا لهي تود أصلا في مواقف طريفة ماهي واحدة ولا يفتان زين بيك مع تفقديها لين أرجع لك إن شاء الله سال سالم دندو نختيره ربما ما فتنا تحدثنا حتى عن قصة ومضمون الفيلم وبرز الأحداث فيه والرسالة كذلك الموجهة شفت من السابق الأوان أن نتكلم عن فيلم ما زال في طور الإعداد في طور النشأة والفيلم الفيلم يمر بمرحلة طبعا احنا ما فتنا متحدثين عن أصداه ولا عن تأذيره الفيلم عليه اللي المضمون ما زال الفيلم يمر بمرحلة مجموعة من المراحل منها الكتابة الورقية وبعدين الكتابة بالتصوير وبعدين الكتابة بالمونتاج. أنا حالا إلى كلمتكم عن مضمون الفيلم في الكتابة الورقية وفهم قاعدة تقول عن التصوير يمحي السيناريو والمونتاج يمحي التصوير معناها قد ما زال المخرج يطرالو على أن الفيلم ما يلا يبدأ بهذا يلا يبدأ بكلاش ويعيد كتابته غير بعد الرسالة عموما أصلا اللي ما تعود واحدة الرسالة اللي يكتب من أجلها المخرج طبيعي هو أصلا سنت قصة اجتماعية أنا كل اللي قد نقول لك عن الفيلم أنه قصة اجتماعية تحكي عن قصة بائعة شابة بائعة النعناع وعلى أنها صماء وعلى أنها تعيش
عايش في وسط فقير. هذا من خلال ذا أنت تجد من خلال الواقع العادي تعرف بائعات النعناع، تعرف لوسات الفقيرة عندنا، تعرف الصم عندنا، تعرف هذه أشياء معروفة. كون حبكة الفيلم وقصته وهذه ذي أمور في الحقيقة أنا حتى الآن فتحت نعرف لاثرثة ما فتحت نعرفها كاملة، معناها وفيت مرحلة واحد على ثلاثة من الفيلم. أنا وفيت الكتابة والتصوير ومقبل على البوست برودكسيون المونتاج هو اللي يجي تنحبك القصة حتى وجه المؤثرات الصوتية والمؤثرات الموسيقى والأشياء، وعد فيلم عد مادة فيلمية عاد تقد تشاهد وعاد تقد تمشي بالمشاهد وتلعب بسلوكه، معناها تفرحه مرة يحزن مرة يتعاطف مرة مع واحد، معناها مازال تعيشوا معها. من ترى هو شنو طبيعة الممثلين فيه؟ كان هم ممثلين مثلا ممثلين ممارسين كي مثلا هذو اللي بعضهم عرفوا الجمهور من خلال معالجات مسرحية وكوميدية، والله كانكم بطول هوات ولا هو فيه كل شيء، فيه ممثلين من خيرة الشباب اللي ظاهرين حالا، فيه ضيوف شرف كبار ممثلين كبار ومعروفين، وفيه أيضا ناس عاديين، لأنه في هذا الشكل من الأفلام الناس العاديين يعودوا مبدعين. هذا 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 يتوقف هذا يتوقف على المواهب أولا، ويتوقف على إعداد وإدارة الممثلين. وهو كان فيه فريق لباس به في إدارة الممثلين، لأن المخرج كان عنده ثلاث مساعدين فيهم اثنين متخصصين لا في إدارة الممثلين، من ضمنهم الفتاة اللي كانت تقول لك الأخت وردة كانت تدير الممثلين إدارة جيدة جدا مع الممثلين، كانوا معاونين في رؤوسهم. مثلا البطلة تيتا فتاة موهوبة صراحة، درة وأنا نعرف أنها نادرة، والفضل يعود المي جابت لنا هذا. طبعا كيف ما قال المنتج احنا مرينا مجموعة مراحل منين تمت كتابة النص، بدأ دخلنا مرحلة الكاستينج، جابرنا مع قدر من الشباب الهواة المستعدين اللي نحيوهم من هذا المنبر، واخترنا منهم الشخصيات اللي ظهرنا احنا على انها تقعد ملائمة ولا متطابقة مع 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 شخصيات الفيلم. بعدين مرينا مرحلة الريبراج، هو الفيلم يحكي عن فترة التسعينات، كان لازم نجبر منطقة من نواكشوط ما زالت تعكس هذا الواقع. هو اللي مشينا في توجونين من لورا، وجبرنا حي تنطبق عليه المواصفات، وجبرنا معاه ما شاء الله من 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 الجولات. أولا الفريق اللي مشى له ريبري الناس ما كانت فهمته ومتخوشة جدا وخايفة، وخصوصا نحن ندورو ديار نكروهم، ندورو بلدات اللي ننزلوا فيهم، طينا ياسر من الفايفيان مع الناس نعبوا عاد في النهاية طيبين وفهمونا. كان لا نوع من الحيطة والحذر اللي احنا ما لنا شايفين عليهم الزمن، يلقاج يحتاط ويلتو يحذر يقال بعد عقبونين فهموا الموضوع، كانوا الناس طيبين واحنا تعاونوا معانا بشكل محمود، وخاصة مدرسة جنين تعاونوا معانا بشكل محمود، مفوضية جنين ثلاثة تعاونت معانا بشكل يذكر فيشكر، والمواطنين أنفسهم منين فاتوا فهموا على أن الرواية طبيعية، جاونا وتعاونوا معانا وكان هو التصوير كان في نواكشوط كامل. جميع أحداث الفيلم تدور في نواكشوط في حي حكم واحد من نواكشوط. جيد أستاذ محمد أحمد، إيش تتوقع عن يضيف هذا الفيلم الإنتاج السينمائي موريتاني خصوصا ما هي كان في الإنتاج السينمائي ينتظر إضافة؟ والله كان ده يعود هم إنتاج الحمد لله سينمائي، وأنا قلت في كلامي النهار ذا مردام سيد الوزير قلت عن هذه بذرة لإنتاج الأفلام السينمائية طويلة. وهم إنتاج سينمائي الأفلام القصيرة الحمد لله، وعندها مهرجان الناشط في القصير اللي في الأعمال السينمائية، فمثلاً هم مجموعة من الأفلام وفيها أفلام ترقى من اللي قاعد منافسة، وفهم إنتاج إنتاج عمو موريتاني، فالحمد لله في فيلم تيمبكتو اللي راح ينافس ترقى في الهوليود على زمن جوائز الحمد لله. معنا فهم إنتاج وهو بذرة لإنتاج وطني، فهمت إنتاج وطني موريتاني صرف، فهمت معناها، وراشي نشرع على البذرة يا غير المطلوب عنك تعود مثلا محسوس عن هذا. يلا عادي السينما الموريتانية تغير في موريتان، إياك تعود تغير في العالم، نعطوا احنا الصورة اللي ندوروا عنه للعالم، نعود العالم يجينا
منتجين يعدلوا عنه صورة معينة يعدلوها سلبية يعدلوها قاع للتفريق بين بعض فئات المجتمع مثلا ما هي ما هي ما ما هي مقاومة تجيك مادة وتعدل تبارك قضاة معينة قاعدة تمشي هي وتعدل عليها هواها وتعدلها فهمت لا نعد احنا نعطي الصورة ندوروا عنا نشوف العالم نحن نعطوها على رأسنا نعد العالم هو اللي يقبل منا مشاهد معينة والله يغري من الجماعة تعدل المشاهد ما هي مقبولة ولا تعدل فهمت لا بنعود الإنتاج الموريتاني هو اللي يعطي صورة عن موريتانيا ما يعد هو وأنا أعتبره مثلا بذرة كيف قلت بذرة تحدثت قبيل عن ضرورة عن أن جبر عمل موريتاني قادر على المنافسة ندرك كان فيلم تيتا هذا كانوا طراو عن كل تجارب بكل موضوعية كانوا قادر على المنافسة والله يعني نتكلم لك عن ورك نعود كذاب هي اللي نتكلم لك عن هذا في وزارة الأرحام هو كذا المنتج كانوا ماشي احنا لو كنا مثلا احنا لو كنا ما مقتنعين به ما ندخل قاع مجال يا غير احنا مقتنعين به طبعا يا غير ما نقدر نحكم لك على شيء مازال ما فات من مرحلة واحدة لثلاثة لأنه فيك تكمل ان شاء الله دورت انتم ان شاء الله من الناس اللي تشوفوا مثلا تعود مدعوين للحضور تشوف ياك تشوف مثلا وتعود تحكم عليك الساعة تحكم على العمل من خلال العمل دارك بذلنا مجهود كبير ياكاش ياك نوصل للمستوى عن نفسه عالميا ويا غير كيف قال المخرج هو فين مرحلة واحدة لثلاثة مازالت مرحلتين شيات اللي توفاهم ان شاء الله حد ما نقدر نحكم على الفيلم بالنجاح والله اللي راجع ان شاء الله يعلن بالنجاح ما يمون به ان شاء الله لكن نتوقع احنا عندنا فاصل ما هو بعيد الفاصل الله لأنه عاد لاحق وقته سابقنا بوه ميلة عاد تتفقت شو المواقف اللي تفقت من أطراف المواقف اللي قط جبرنا نهار كنا نصوروا لقدام وطبعا قلنا للتركاء لأنهم يسكتوا عنا تركة الكارتية والضايق وطرهم منها وعقبنا احنا انتقلنا من التصوير الخارجي للتصوير الداخلي عدنا نصوروا النقر ومشينا توني نصوروا نقر شكهم على أننا ماشيين عنهم بين قصيلتهم وكثرة حسهم قاموا قبلوا عدلوا مصورة هم من كاوتش ولا تواقط ولا شو نعرف شنو وعدلوا كرش وعدلوا جميع الآلات اللي نعدلوا نحن الفنية عدلوها كاملة وإن نشوفوا تشكلها آلات صالحة طبيعية وعادوا يوقفوا يقولوا ساتور يقولوا نستركنا ونقولوا نحن استلام وعدلوهم هذا من أطراف المواقف يدوا عملهم هذا من فوائد الفيلم هذا الشباب هذا انتجنا مولي الحمد لله جيل يطمح للسينما عقب ذا في محدين يطمحوا البرش يعودوا على الصوت وفي محدين يطمحوا على أنهم يعودوا مصورين جيد عن ربما ينمي فيهم الله يجعلهم عنهم يعودوا يتوقوا كان جدا في مواقف مضحكة مثلا العم موسى كان معانا كان جهد مواقف مضحكة لأنه هو متبزقي شوي ما هو حساني حتى لأنه نقول له كلمة يعكس ثاني يقول لنا كلمة ثانية مثلا ليلى قال واحد على نوري يقول له تقابلك مطس نحن أنا نصوره قالوا حوز عني هو قابلك مبطوس إذن شكرا بهذه النكتة بهذه يعني الموقف الطريف نختم هذه الفقرة شاكرين كمي شكرا لحضورك معنا فيها الله تعود معنا في الفقرة الثانية تيتا اللي هي بطلة الفيلم لا يزاد هو الخص والهجزة من الحوار مع ضيفين المخرج والمنتج وشاكرين للمشاهدين الكرام على متابعة هذه الفقرة ولهنا نرجعوا لهم بعد الفاصل إن شاء الله مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من برنامج مساء الخير وهذا الجزء يتميز عن انضمتنا فيه تيتا بطلة الفيلم وهي صغيرة تيتا اللي من خلال الفيلم فتاة عندها 11 سنة تعاني من الصمم وعنها يعني فقدت والدها وهي في سنتها الخامسة وورثت عنه مهنة التصوير الفوتوغرافي وقطعا واستغلت الصورة وجدت في الصورة فضاء للتعبير عن مشاعرها اتجاه يعني الواقع الاجتماعي المحيط بها وكانت مثال للكفاح والإرادة وتحدي الإعاقة يعني كانت متأبطة كاميرتها والله عدستها زاد
يعني من أجل تنوير المجتمع ضد الانحراف. إذن مرحبا بتيتا معنا، مرحبا بك. وهي منتو من تسالك ملاقبة تاتا، واسمها كانت في الفيلم تيتا. تيتا منتو شحالك؟ تياك منك مخلع من الكاميرا ودي قاعد ما شاء الله. تكلمي لا تهز راسك، تكلمي قولي انت شحالك؟ لاباس يا اخي. انت ياك ما خلعتك التلفزه؟ اها. انت مالك الا عرفتي الكاميرا وكنتي تمثلي في الفيلم وكنتي بطله. ايوا قولي لي انت فيلم من جابك الواصل؟ قال لك تمثلي فيه؟ مي اثماء. تكلمي الفوق مي من؟ مي اثماء. هي زمان اللي كانت معانا. هي اللي جابتك الفيلم تمثلي فيه. ايوا وزين عندك كان؟ اها. وش كنت تمثلي فيه؟ وش كنت تمثلي فيه؟ تمثل فيه اني باكمان ما تسمعي. ايوا كنت حتكلم لك. ايش تعلي لي؟ ايش تقولي؟ ايش تجاوبي؟ شيرلو. شيرلو بيت. شيرلو توف. وكنت ايش تعلي اخر؟ شنو مهام؟ شنو الدور كنت تقوم به انت؟ طبعا باكمان. من قال لك تيتا بايعه النعناع؟ هو عنوان الفيلم. كنت تبيع النعناع ولا كنت تصور؟ كانت عندي مصوره نصور بها. عندك مصورة تصوري بها؟ مش صورتي قاعد مصورتك؟ ها؟ صورت بها؟ انت قاعد تمثلتي سابقا والله؟ ما قاعد تمثلتي؟ ايوه. التمثيل زين عندك؟ زين عندك التمثيل؟ همك تمي تمثلي ب ايوه حد الصهام ويعود مثله بدا يتمي يتكلم ويعود ما علينا. ها؟ تمي لي نجاوبك حد يسوي لك حد جاوبيه بجمل طوالات ما هي الا هي والله بدي. ومن كان معاك؟ من كان معاك في الفيلم؟ كان معي العم موسى، والدتي زينب، وبويا راح عبده. يا وش علاقتك بهم كانت شنو؟ كنتي ساكنه معاهم والله؟ كنتي باخوتك اخرين والله؟ والدك راح ما عنده اولاد؟ والدتك ما عندها اولاد؟ ابوهم والدك راح؟ مو عنده. والمخرج؟ مخرج كنت تعرفي سابقا هذا؟ ما كنت نعرفه. ايوه كنت تنخلعي منه في البداية والله. لين ينزقك ما تنخلعي. ما قط نزقني. ما قط نزقك. لا قايلتي حياة، ذيك اللي هو قاعد حياة. ها؟ قاعد حياك. تقولي عنه ما قط نزق كلامك عنه قاعد حياك؟ ما قط نزق نصاب الحقيقة. ما قط عنه لا خال عنه وقت مالك لا تقولي عنه قط نزق ما قط نزق لا خال عنك. نين قلنا ما قط نزق والله بيه عن تعود معاك مي. لين تعود مي ما هي فما اسمي. ها؟ لين تعود مي فما اسميني. تعود مي ما يفهم اسمي. اذا من هون لهن جوكم شوي ذندو، استاذ ذندو لا يتكلمون عن تجربتكم مع فيلم تيتا، وما زلنا طبعا راجعين لتيتا لهي تأدي لنا شنو من الادوار اللي كانت تأدي. شنو كان حجم يعني انبهاركم انتم باداء مستوى اداء الطفله امينتو؟ صراحه انا تيتا فاجأتني مرتين. فاجأتني منين شفت صورتها، وفاجأتني منين مثلت. نقد نقول انه نفس الشخص اللي تخيلت من 18 شهر سابق نشوف تيتا ومنين جبرت. صراحة ما هو عن شفتي، انا شفتها ايام قبل التصوير. يقر الشخصيه اللي كنت انا نشوف، كنت دائما لاني نوخل مع الشارع. شفت ويفيلات هون عجميات عند لي كارفور لي كارفور، نقول فوالا تيتا، ديك تيتا. ونتخطى عقب ذاك نشوف رجال ثاني نقول ديك تيتا. لين عدلت كاسينج جاني صور شي من الشباب ولا شفت تيتا. عقب ذاك كلمتني مي قالت لي المواصفات اللي تدور انا عندي. مشات لي صورة تيتا ومن شفتها. غريب قاع هي اسمها تاتا مولي. قاع قريب من تيتا. منين شفتها فاجأتني صورتها، ومنين جات وكلمتها فاجأتني. صراحة فاجأتني، وفاجأت الفريق كامل. ما هو انا وحدي اللي فاجأتني.
مفاجأة الفريق كان. كانت مفاجأة الفيلم. كانت صراحة الله يحفظها. هو تيتا عن دورك تعدلي لنا شيء من أدائك في الفيلم اللي أنت بكم. قال إشارات كنت تعدلهم العم موسى عدلينا منهم شيء. ضابطة منهم شيء. إشاراتك دورك أنت في الفيلم كبكم. صم. عدلينا خلاص إيش متفقدين ولا يتعدلين. تبرع عن سالم هو العم موسى. سالم. خلاص تساعدوها شوي في التوجيه سالم. صعب عليها تعدل لأن هي أساسا كانت جل الشخصية اللي عندها نظرات. ما فهم لغة متعارف عليها تتكلم فقط نظرات. نظرات تعدل. تتكلم بالعيون. ما كنتوا حاضرين لا. حاولوا عنا نشوفوا لقطة من لقطات كانت تعدل في الفيلم. فقط لا يقدر. إيش رابط من الإشارات اللي يقول لك المخرج قد تصوير يعني الكلمات اللي كان سنت التصوير شو نقول اللي كان سنت التصوير الفيلم اللي بالفيلم أنت تقولي إنك بوي لكن سألنا أخبار سألنا بيقول شيلر. سيد محمد الشيقر كان هو مساعد المخرج وكان يعتني بتيتا أكثر لأنه شخصيات الرئيسة دائما مساعد المخرج هو اللي يعتني بها بينما شخصيات الثانوية وليكومباس المساعدين الأخرين هم اللي يعتنوا بها ولذا هي أميل هي حتى على الشيقر وداخل معه يعني أصلا ما عرفنا أنه ودي جبنا الشيقر تيتا سيلانس ها ايوه تو وتر تمانتي انونس انونس سكان سيلانس انونس سكان سكان تيا سردي بريمير اكسيو الله يبارك فيك ما شاء الله عليك دندو هو احنا هون اللي شفنا في القصه عنها مصوره شنو هي العلاقه ب هذا التيتا بيعت النعناع وين بيع النعناع كانت مارس مهمة والله صراحة صراحة أنا, أنا 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 تدفعني حول إني نتكلم عن موضوع الفيلم داش لا اللي منه قد يكلم عن الفيلم ما نتكلم عن موضوعه لأنه نقع ما نختير نوكلش مازال على النار يعني بعد الله مشكلتنا إن دائما لا نختير اللي قد نجبر من أخبارنا جبرة مشكلتنا إن دائما نحاولوا نغوصوا حتى في البروباغاند والحملات الدعائية والروايات ويعقب نخلي ما العنوان تحديدا احنا عندنا عنها مصورة هي في النهاية النهاية شخصيتها فتاة 11 سنة كابرة في ذاك الوسط وتبيع النعناع والدتها أساسا يتبيع النعناع يا قال بائعات النعناع عادة يستعانوا بالصغار يبيعوا النعناع ودائما بائعات النعناع في عرضة أنا بالنسبة لي أنهم وخاصة اللي شايع حالة من التحرش والاغتصاب والمراد بائعات النعناع في عرضة لكل شيء يا كارهية تعود بائعات النعناع تختلف ما بالضرورة تعود من ذا الشكل بائعات النعناع المتعارف عندنا وحتى النعناع من نفسه قد يعود ما بالضرورة يعود هو النعناع الموجود عندنا المهم على أن لا يزيدك الغموض أنت درس الحل هو يزيدك وهم يزيدني الغموض الله يعني لهي نرجع لموضوعنا اللي كنا نتعلم ندرى شنو استاذ احمد سالم كان نقدر نتحدى ونختاروكم بعد تحدثونا شوي عن بدايه كاع وجود الفيلم الموريتاني الفيلم الطويل الفيلم الموريتاني الطويل بدا كيف ما بدايه السينما الموريتانيه قط المرحوم همام فال انتج مجموعه افلام طويله منها هو والطاقم اللي كان معاه منه محمد السالك يعطيه الرحمه
نتجو فيلم بدوي في الحضر، نتجو ميمونة، نتجو ترجيت. كانت محاولات لإنتاج الفيلم السينمائي ذيك الساعة، إلا أنه عقب ذاك انقطعت السينما الموريتانية وانقطع الاهتمام بالسينما الموريتانية، وظهروا سينمائيين موريتانيين في المهجر، منهم سيدني سخنة، منهم مدهندو، وكلهم زاد هو عنده أفلامه. ثم ظهر مع نهاية مع بداية الألفين ظهر عبد الرحمن سيساكو، وانتج فيلم طويل في انتظار السعادة، وانتج عقب ذاك باماكو، وانتج تنبكتو. إلا أن هذه أفلام عادة الفيلم يأخذ جنسية المخرج، يعني يعود المخرج موريتاني قال هذا فيلم موريتاني، يقير إحنا اللي ندوره أن سينما موريتانية، سينما موريتانية يعود فيها مخرجينها موريتانيين، منتجينها موريتانيين، رأس مالها رأس مال موريتاني، معناها سينما موريتانية متكاملة. غالبا ينقال لك خالقة سينما المنتج، المنتجين الكبار بيعطوك يعطوك 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 أموال يتدخلوا في الإنتاج، يقول لك اقلع هذا شيل هذا عدل هذا عدل، معناها سينما المنتج. احنا اللي ندوره سينما وطنية، سينما مستقلة، معناها تعبر عن نحن، تعبر عن معاناتنا، تعبر عن لواتنا، تعبر عن ثقافتنا، تعبر عن تراثنا، تعود سينما موريتانية 100%، معناها تعكس الوجه الموريتاني الحقيقي، الصورة الموريتانية اللي ندوره احنا نعطو للآخر عن موريتاني، ما هي الصورة الموريتانية اللي يبقى الآخر يقبل عن موريتاني. هذا هو اللي ندوره، المعادلة هي ان 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 لا مانع يعود قد تم انتاج افلام موريتانية، والله تم انتاج افلام في موريتانيا، الا ان لانج المقبوضة منه، الزاوية المقبوضة منها ما هي الزاوية نتكلموا احنا عنها حالا، احنا نتكلموا عن الصورة نحن اللي نبقى نقدمه للآخر عن نحن. سلبية احنا اخبر احنا في سلبياتنا، إيجابية أخبر إحنا في إيجابياتنا، بينما ينتعد الصورة بأن ريغار إكستيريور من طرف الآخر يقدر يخرص من أشياء في الحقيقة عري، إحنا ما نبقوها تنشاف منه. أي صحيح. هون قضية وراه قبيل أستاذ محمد أحمد تكلم عن الموضوع، عن كونها مثلا تجربة موريتانية بحتة، يغير أن نختار نسول هذا بعد ما يتعلق بتفاصيل الفيلم عندي عن هذا الموضوع، يغير لا نسولك أنت كمخرج من درا هذا فيلم موريتاني، هدفكم انه عنه عمل موريتاني، قصه موريتانيه، اخراج موريتاني، انتاج موريتاني بكامل، تمثيل موريتاني، غير من درايه كان ثم اقتباس مثلا من تجارب اخرى، والله من ثقافه اخرى ما هي موريتانية؟ لا ابدا ما ثم اقتباس، القصه قصه خياليه يقعد فيها شوي من الواقع، تجارب من الواقع قطانة عشتها، وهذا هو الدافع اللي دفعني. وفي النهاية أي قصة وأي رواية لا ينتجها الواحد يخص يعود فم دافع هو اللي دفعه لإنتاج هذه الرواية، فم تجربتين شخصيات قطانة عشتهم شخصيا مع أفراد مع أشخاص، وكانوا هم اللي ديكلانشير، كانوا هم المحفز اللي خلاني نكتب القصة. ما فهم شيء آخر، أنا نحسب نفسي على أني موريتاني 100%، معناها ما داخل عليا رواية أخرى من المرقب، ماني من الموريتانيين اللي قد تقراوا في الخارج ومتأثرين بالخارج ومتأثرين بالمراد، أنا قاري هون في طرف الخيام، قاري في مدينة شنقيطي وكبرت فيها، معناها ماني حاس بثقافة أخرى دخيلة عليا لهي تعود ما هي موريتانية. أخطأ طارح عليكم العار لا ثقافة موريتانية، أنتم في شنقيطي. جيد. أستاذ محمد أحمد، من درى العمل السينمائي كان يتأثر بغياب النقد السينمائي الموضوعي، وكذلك انعدام والله زاد محدودية المتخصصين في المجال، ولعدت تبغي نصيغ السؤال ما اللي قاعد بصراخ نقول شين هي مثلا العوامل اللي تأثر في العمل السينمائي؟ هو أي عمل إياك يعد ناضج لا بد أن من دخل في أصبع. إياك يخاض بالصورة المطلوبة، لأنك أنت اللي تعد تعدل العمل وراضي عنه، معناها العمل مفهم خاصش، معناها دائما الناس اللي تنتقد الأعمال خصوصا الأعمال السينمائية إياك تعود مثلا العمل متكامل، يخص يعود عنده نقاد موريتانيين يخرصوه منظور اللي خرص المخرج ولا اللي خرص منه الفريق اللي كان ينتج الفيلم، يعود فهم مدة تقد توافي مثل العمل متخرص اللي منه يصلح واللي منه ما مثلا ما يليق بالعمل. معناها على اساس النقد اللي يتلقاهون من موريتانيا، موجود الحمد لله هون في موريتانيا طاقم الحمد لله معدل من الكوادر الشبابيه اللي مؤهله واللي عاد تخرص وتخلص الاعمال تعطي فيها رايها بتجرد وبفس وقت هم اللي
بالمطلوب من العمل ياك يرقى يعود يقد نافس. كذلك فهم فهم هذا كيف تقبيل عن بذرة بدائية، معناها ما فات عاد قاعد قد ما طرح للنقد يا قال بإذن تعالى إن فت يكتمل وعد عمل ذوق وعد داخل في القاعات وفهمته وعد عرض مهرجانات عاد عمل قابل عنك تقول خاص فيهم. إلا نحن في البداية اعتمدنا الحمد لله خيط اللي في الساحة الحمد لله من من من, من كوادر اللي تشتغل في المجال، واستعان الحمد لله هم اللي قاعد استاذ قبيل مي بجماعة من الممثلين فيهم الناس الحمد لله كوادر صلة خشبة مسرح وما شاء الله كانت ناجحة، وكذلك هم اللي ناس جدد ظهرت لنا في قدر من من ما شاء الله الفنيات اللي قاعد كنا احنا فاصلين فيها والمستويات اللي كما اللي فاجتنا حقيقة. إلا أن أي عمل لا بد له من النقد، إياك إيش إياك يعطي مردودية نافعة، إياك وعد هذوك هو عمل جاد، والنقد هو اللي قوم جميع الأعمال. يلا يعود الإنسان أي عمل عدله يعرف عنه عمل بشري يحتاج غير ما عنده اللي دائما ينتج بأدنى وسائل يعود هو يدور يعود في أحسن، لا بد من اللي كان متكامل إياك ننتج خلاص الوسائل اللي تليق بإنتاج سينمائي راقي ينافس، وفي نفس الوقت من اللي نحتاط للسيناريو ونقحه ونحتاط ويعود فريق ما دام عمل جماعي دورته يأخذ أحسن صورة، ونعود عمل فردي مستعجل ومعدل على سيارة وعنده أغراض معينة لا إنتاج من أجل الإنتاج هذا ما هو عمل. أنا تقريبا عن أي عمل يستحق الإنتاج خلينا نقوله عنه ما لا يغلب منتج عنه دور يجبر منتج. أنا قلت له قلت دور أنا أنا أساس عندي عن أي عمل جل منتج وشاف عنه يرقى عنه قد يعود عمل يمثل مثلا كيف قلت لك قبيله موريتان والثقافه الموريتانيه والنسيج الاجتماعي الموريتاني ما لا شاف منتج في ذا المجال دليل على المنتجين ما في ذا المجال. انا راجع عن سرعه رجال الاعمال كامل مؤمن بذا النوع من الافكار يا غير للاسف شد ما تخلي يا غير بعد المنتجين عادوا قدوا يرقوا عنهم يجيهم افكار ناضجه كيف جاب لي سالم ودخلنا مثلا احنا تراصم فيها لان شفنا فيها ذيك هي فيها مثلا مشروع قد يؤسس عليه الى افهم شنو الاعمال مالقه وقد وجات الافكار يا غير العمل اللي يحتاج يعود هو من روحه معدله احسن سيناريو تتقصى ملكي قال سالم انطلقه من واقع احنا وتعيش حياه الموريتانيه تنقلها لك في احسن صوره للاخر ما عنده مثلا لا نجو ياكل نجو. استاذ احمد سالم دندو دائما المخرجين كتاب السيناريو يتحدثوا عن تقريبا لا يتحدثوا عن الصعوبات يتحدثوا عن من ابرزها غياب الممولين ولا غياب ما راه لك عنكم تو بعد قاعد كمخرجين وكتاب عنكم يالتوكم بعد قاعد تعدلوا تقدموا مثلا انتم اللي عليكم مسؤوليه اقناع هذا الممول عنه يجيكم شفت هو مثلا في حالته ما اتجهوا عن هذا قد يعود قاعد مثلا ضعف ولا تقصير من هو انكم انتم كمخرجين وكل ماده وكل ماده وعوائقها فيه عوالم اخرى عندها منتجين وعندها راس مال وعندها ازمه نص ازمه سيناريو ازمه افكار احنا حتى الان عندنا الازمات كامله عندنا ازمه سينما عندنا ازمه الثقافه السينمائيه ما كانت منشوره في البلد البلد ما كان السينما والمسرح يحسبها فنون سيئة السمعة يحسبها فنون في الحقيقة نوع من الأحمار نوع من فروق الوقت نوع من إلا أنه العصر بدأ يملي على أن هذه لغة العصر وعلى أن نحن يلقنا نتكلموها باغينها كارهينها يلقنا نتكلموها لأن نحن عدنا نجابه بها عدنا نكلموا بها وبساط شيء أن إلى ما تكلمناها لا هي تنقبض لنا كلغة ومعروف عن من تعلم لسان قوم أمن شرهم إحنا لسان العالم حالا هو الصورة والصوت معناها يالتنا نتعلموا هذه اللغة ويالتنا نستثمروا فيها وطنيين حد كامل وطني ويبقي موريتاني ويبقي يقدم موريتاني للآخر ويقدم موريتاني للموريتانيين هو 70% من موريتانيا حالة تجهل موريتانيا لأن نحن مواليد السبعينات كاملة والستينات يجهلوا أمجاد الموريتانيين يجهلوا الثقافة الموريتانية يجهلوا التقاليد الموريتانية يجهلوا المقاومة الموريتانية يجهلوا الأبطال الموريتانية يجهلوا كل شيء واللغة التعليمية الوحيدة اللي موجودة حالا عند العالم هي لغة الصورة والصوت الصوت والصورة
معناها لين ما نقبض بناصية هذه اللغة بالحقيقة لها ينقلع من المجتمع اللي عندنا وبدأ ينقلع لأنه يوميا في البيوت داخل عليه القنوات من كل جهة يشوف المسلسلات الهندية يشوف المكسيك يشوف تركيا يشوف فرنسا يشوف كل شيء وبعد أدمغته تمتلئ من شمل الثقافات الوافدة اللي احنا لا علاقة لنا بها واحنا ما طرحنا بديل جيد معناها من المفروض نطرح بديل استاذ وهذه الصعوبات نختارك تحدثنا عن اللي منها واجهكم خصوصا في إنتاج هذا الفيلم باختصار احنا طبعا كان احنا واجهنا ان نختار المعنيين نختار المعنيين ونختار الوزارة ونختار الدولة ونختار المجتمع الموريتاني يعرف عن لغة الصورة والصوت انها مفروضة انها لابد نتكلموها ولابد نستثمروا فيها احنا نستثمروا فيها من اجل السياحة نستثمروا فيها من اجل نقدموا انفسنا للاخر احنا اللي واجهنا من الصعاب لا الصعاب اللي كانت تواجهنا عندنا ازمة نصوص ما عندنا نصوص مكتوبة عندنا ازمة رأس مال ما عندنا تمويل ما عندنا قاعات العرض ما عندنا معاهد تقري السينما وتقري الفنون الجميلة ما عندنا احتواء للمواهب اللي الشابة اللي عندنا ياسرة انا هذا ان بروسيس كامل في بليدة لابد من ينقبوا به يقر احنا خطوة بخطوة نتخطاوا منه هذا مجرد مثال هذا فيلم مثال يقر راجعين عن كيف ما قال المنتج على الوطنيين انهم يحتذوا بهذه التجربة ولا يقبلوا يزقلوا حيوانهم ما في رواية حاسين عنها ذات قيمة اياكاش اياك نمرقوا بالسينما والمسرح عن السوقية ياك ما تلا يدخلوا فيهم الأصبع ما تلا ينقال عنهم لا الضحك والجوكة والردح هما سفري يقعدوا فيهم الضحك والجوكة والردح قالوا مدي فيهم البناء اللي هادف وفيهم اللي موجه إذا ندرك أننا نقدونا إحنا الوقت نكيد تشوفه ندرك أننا نقدو نعتبروا هاي التجربة تجربتكم توما كشركات مساهمة والله متعاونة في إنتاج فيلم موريتاني وإخراج منه كان نقدونا نعتبروها بداية شراكة بين المنتجين ويعني وسميهم قاعد المثقفين بصورة عامة سواء كانوا كتاب ولا مخرجين ولا شيء من أجل يعني دعم العمل الثقافي وإخراج الموريتاني أنا راه لقى عن أساس العمل كامل عن يعود فهم اندماج جميع عناصر الثقافة اللي مثلاً مشكلة مثلاً يالو خليط السينما. أيوه. اللي هو هل السيناريو والكتاب والمنتجين هذا يلتعد دائما عنده ندوات وعنده إجبار وعنده ياك دائما تعد هذا مكلم عنه ياك نأخذه بعقول إحنا مشكلتنا ما هو النصوص الخاصة ولا هو غير مشكلتنا عندما أهله يعرف الجبر إذا عاد منتج ما يجبر مخرج وإذا عاد مخرج ما يجبر مهم معناها الناس أساس اللي ما هم خليه مثلا قاعد قلت إجبار وأنا الله اللي عن هذه التجربة بداية تبي بذرة لأن شاء الله تمنى دائما بذرة وراجع إن شاء الله عنها تكمل عنها تنمو إن شاء الله وعنها ملي تصبح العمل تكتمل إن شاء الله ويأخذ العلم عنه تعود تحذو ياسر الناس حذو هي تنتج عمل ينافس ما هو هي تنتج الإنتاج